والحين تروش وعلى طول نروح المنتجع تعالي تروشها وتضبطنا ونحط البخور. لازم تجي نقابلكم بالبخور. ترى اللي إلى الآن ما فكر إنه يطلع ترى يمديك، ترى الوقت من الساعة 5 إلى الساعة 7:30 في دخول يومي 90 ريال لعمر من 3 سنوات إلى 13 وللمرافق ب50 ريال. لازم تحط داخل وتتعطر. يعطيكم العافية شباب، اليوم أول يوم في تجربة جديدة لنا في منتجع تالا. نبغى يا شباب اليوم نطلع، وحنا وصلنا رسالة للإدارة، إدارة المنتجع، للمتابعين، للناس اللي بيجون، أن شركتنا والطاقم العمل ما يدخلون أي شيء إلا ويبدعون فيه. نبغى نوصل للمرحلة هذه، أبغى نطلع من اليوم حنا مستانسين، أدينا الغرض اللي سويناه اللي ببالنا داير. نبغى كل واحد يطلع العملاق اللي بداخله، نقدر لما نقدر. يجي دورنا احنا كطاقم انه نحفز الشخص ونعلمه صديقنا يتمسك فينا كثير، مو بس يتمسك فينا انه بس يشوفنا في التواصل الاجتماعي، لا، اذا شافنا شخصيا قدامه واستفاد مننا صديقنا يحبنا ويستمر معنا باذن الله. موقف ما تقدر تتحكم فيه انت في نفس الموقف نفسه. تراجع في التفكير شوي، تعمق في التفكير، وش الموقف اللي اقدر اخذه؟ ايش الاسلوب الكويس اللي اقدر اتخذه مع الصغير؟ يا هلا ومسهلا، يلا حيهم، كيف الحال؟ شلونكم؟ ما شاء الله، كان معنا أكاديمية فارس بلاس وجاء. شلونكم؟ ساكم طيبين؟ يا هلا يا مرحبا، نور المكان والله، الله يرضى. يبدأ البرنامج بعد نص ساعة إن شاء الله، الشباب كلهم متحمسين ما شاء الله، هذول كلهم طاقم العمل ما شاء الله تبارك الله. اليوم إن شاء الله سنابات تعجبكم كثير بإذن الله. هلا هلا ومرحبا، يلا حيهم، كيف الحال؟ شلونكم؟ هذولي عيال الشيخ القارئ ناصر القطامي، يا مرحبا، شلونكم؟ ساكن طيبين؟ يقولون انهم فنانين، نشوف بعد شوي بالكورة، جاهزين ولا مو جاهزين؟ مصورنا الله يعطيه العافية قاعد ياخذ، شوفوا كاميرا تلوف يطلع مقاطع خرافية، إن شاء الله تشوفونها على القناة.